اتفضل يا فندم. زينب، زينب، حضرة الضابط ياسر عايز يتكلم معاك شوية. اتفضل يا فندم. ازيك يا زينب؟ أنا تعبانة، كل اللي عندي قلته وكفاية. أنا مش هتعبك، بس يهمني أعرف كل حاجة حصلت وبالتفصيل. أنت لما حاولت تهربي منهم مش ضربوكي وهربوا بالعربية؟ أيوة. وصدموا الضابط اللي كان بيجري وراهم؟ الضابط ده هو أنا. ساعديني يا زينب أنتقم لنفسي وأنتقم لك. هيفيد بإيه الانتقام؟ مش هيرجعلي الراحة. المجرم لازم ياخد عقابه، حقي وحقك ومش هفرط فيه. وإذا كنت اتأذيت منهم أنا كمان اتأذيت. أرجوك يا زينب كفاية وكلمي، لو قلت أي حاجة مهما كانت صغيرة أكيد هتوصلني ليهم. لساني كنت مسي على المسا. شوف ازاي. مفيش دعوه بزينب، ما تتكلميش عنها كلمه واحده. اللي يشوف كده يفتكر ان ده كلامي لوحدي، انما دي الحته كلها ماسكه سيرتها. يا عالم يا عالم، حرام عليكم، دي بريئه ملهاش اي ذنب في اللي جرالها. ما هو كلام الناس كتير، والعيار اللي ما يسيبش يدوش. وبيقولوا ايه بقى العالم السو دول؟ اهم بيقولوا كل واحده تغلط وتبات لبره بيتها، تيجي تاني يوم تقول اتخطبت عشان تداري عملتها السودا. يا نقطع اللسان اللي يجيب سيرتها. اللي حصل لزينب ده ممكن يحصل لاي واحده من بناتهم او حريمهم. تعرفي ممكن يحصل لك انت شخصيا يا روحيه. يا اخويا خلاص، خليك على راحتك يا اخويا، بكره لما كلام الناس يوجعك هتسيبها انت لوحدك. زكريا انت فين يا ابني؟ ازيك؟ ازيك يابا؟ مالك واقف كده ليه في عز البرد؟ اعمل ايه يا ابني؟ الجلابيه اتوسخت قوي، كان لازم اغسلها وما عنديش غيرها. خد يابا اشتري لك ابنتين. منين الفلوس الكتيره دي يا ابني؟ انت بتشتغل ايه؟ بشغل حاجات كتير يابا، طمن. بس ادعي لي. ربنا يهديك يا ابني ويوسع في رزقك بالحلال. اطلع يا ابني، اطلع ارتاح فوق شوي. اطلع اطلع حبيبي، اطلع يا دلال. زكريا بعد ما ترتاح وتاكل لك لقمه يبقى روح اطمن على امك عشان تدعيلك. ما تجيبليش سيرتها يابا، ما تجيبليش سيرتها. اطمن عليها بعد ايه؟ بعد ما نمت من عندي سنتين؟ اطمن عليها بعد ما سابتك عشان تتجوز راجل بتاع مخدرات؟ يا دوهم
يابا اللي تبرد عشان تغطي ابنها، الام اللي تشيلها من بقها عشان عيالها، الام اللي تبقى ستر وغطا على جوزها. ها؟ عايز اروح لها علشان تدعيلي؟ مش عايز دعويها يابا، مش عايز دعويها. اللي حصل حصل وهي السبب، اللي حصل حصل وهي السبب، اللي حصل حصل وهي السبب، اللي حصل حصل وهي السبب. ألف نهار أبيض يا زينب، وألف حمد لله على السلامة. إزيك دلوقتي يا زينب؟ الله يسلمك. تعبناك معانا يا جمعة. أنا راضي بتعب الدنيا كله، بس تقومي بالسلامة يا زينب. بس إحنا كده بنعطلك عن شغلك. فداكي ألف شغل يا زينب. المهم تقومي بالسلامة وترجعي لنا بسرعة. خايفة. خايفة يا جمعة. قلبي كله رعب وخوف. الأمان راح من قلبي خلاص. الأمان موجود يا زينب. يمكن يكون أقرب لك من نفسك. أنت بس اللي مش واخدة بالك. أنا اتكسر جوايا كل حاجة. خلاص. كل حاجة راحت. كل أحلامي ضاعت. اتقتلت. ليش مستقبل؟ أنا مش عايزة أعيش، مش عايزة أعيش، مش عايزة، مش عايزة، عايزة أموت، عايزة أموت. يا جميل، عارفين يا حلو، ما ترد يا عسل، ما ترد يا جميل. بقول لكم ايه؟ ما تبطلوا بقى شغل عيال السيع دي وتبعدوا بعيد عني على فكره. انا في ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ امر الله العظيم. يا لهوي تعالي الحقوني يا بنت. لا تعالي يا قمر. جات سليمة. جات سليمة ازاي؟ ده دم دم. المهم انت جرالك حاجة. الحمد لله. الف حمد وشكر لك يا رب. عيني راحت بس. سلامتك. الف سلامة يا غالي. كان نفسي العلقة دي اخدها من زمان عشان احس قد ايه انت بتحبيني. لا والله شاهم يالا. تعجبني يا اسطى. طلعت راجل. اتفضل الشاي يا روحيه دي انا فديها بعناية بروحي. تعيش يا امير. اتفضل اشرب شاي. تشكر يا اسطى. اشرب الشاي يا اسطى. بقول ايه يا اسطى جمعه؟ اتفضل قول. انا ليا طلب عنك. من عينيا. انا طالب القرب منك في روحيه ومستعد لكل طلباتك. يا سلام يا اسطى. بس كده غالي والطلب رخيص. سلامتك يا زينب. الف سلامه. يقطعني اختي ويقطع لساني. صدقني يا زينب ما كنتش اقصد. والنبي اختي ما كنت اقصد. سامعني يا زينب؟ ضميري يا اختي مقلمني. طب قولي لي اي حاجه. يعني ملقوش غيرك؟ صحيح اللي ايده في الميه ما هي زي اللي ايده في النار. ازاي ما بتردي عليا يا اختي؟ زينب. ايه
رايكم بقى؟ ها؟ كده كله في السليم، ولا العفريت الازرق يقدر يوصل للعربيه. طب بس يلا بسرعه يلا. برافو عليك يا زيكو، جبتنا في مكان جامد قوي. مكان جامد قوي، برافو عليك يا زيكو، والله العظيم لو خبيتوها في بطن المحيط، مسير البوليس هيجيبني واحد واحد، وبعدين انا عايز اسافر. يلا يلا يلا، مش وقت انت كمان. بطل جد، لازم تاخد كهربا كتير. شاكرة، شاكرة قوي. مش عارفة أقولك إيه على كل اللي عملته معايا. ما تقوليش كده، ده واجبي وفوق واجبي إني إنسان وعايز أساعدك، أردلك اعتبارك وأنسيك اللي حصل لك. حصل لي؟ صعب، صعب قوي. كفاية عليا ثانيتك وشهامتك. على العموم أنا موجود، لو محتاجة أي شيء أنا تحت أمرك. ده طاري زي ما هو طارق. وجمعة وافق؟ أهو وافق يا عزيز، وفريدي وافق. تقومي ترمي نفسك كده يا بنت؟ يوه، قلت نلم الموضوع. وبعدين ربيع بقى مش وحش، هي بس غيتش الشلة الصايعة اللي ماشي معاها، بس هو قال لي إنه هيسيبها. يا بنت قولي بقى إن أنت اللي ليكي مزاج. القسمة يا بنت، كل ما افتكر ان كان ممكن يجرالي اللي جرى لزينب اخاف واموت من الرعب. روحية ايه، حنينة؟ ان جيتي للحق بقى احنا ظلمناها، وكمان قاسينا عليها قوي بكلامنا. لا ده كلام جديد. سيبيها باللي هي فيه. سيبها يا حبيبتي، بس انتي خليكي دغري وقولي اللي فيها. اللي فيها بقى وبصراحة ربنا كده ان جمعة بيحبها. جمعة مش ليكي يا عزيز. خليه يشبع بيها يا حبيبتي ويتحمل بقى نقوسة الناس عليه وعليها. تعالي يا بنت، يا بنت المجانين. شدي حالك، ربنا معانا يا بنتي. ان شاء الله ربنا هينتقلنا باذن الله، هينتقلنا. الف حمد لله على السلامه يا زينب. على مهلك. ولا يهمك، خليها على الله. ربنا يخليكم يا رب. بسم الله ما شاء الله، وشك منور وزي القمر. ربنا يخليك. يلا يا استاذ ربيع بسرعه، هات لنا تاكسي. ماشي يا عم جمعة. يلا. على مهلك يا حبيبتي، على اقل من مهلك. على مهلك. ادخل. تمام يا فندم. عملت ايه؟ الفيلا المملوكه لواحد اسمه زيدان عبد الجليل، راجل اعمال معروف. زيدان عبد الجليل؟ الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، بس ده مش دليل كافي. ازاي مش دليل؟ وزيدان انكر وجود العربيه مع ابنه وادعى سرقتها عشان يغطي عليه، والضحيه بتؤكد ان فيلا زيدان هي مكان الجريمه. كل ده مش دليل؟ طب وعمر ابنه فين؟ الواد ابنه ده بقى فص ملح وداب. تفتكر ان العربيه اللي اتخطفت فيها زينب والفيلا اللي اعتدي عليها فيها ملك لشخص واحد اللي هو زيدان عبد الجليل، او معنى اصح عمر ابنه؟ واضحه طبعا يا سياده الوكيل، مش محتاجه تحليل ولا تفكير. مالك يا حبيبتي؟ كان ليكي فين ده كله يا بنتي؟ كان ليكي فين ده كله يا حبيبتي؟